كلتوا فوقتوا ولا كلتوا نمتوا؟ نصحيكوا بقى. احمد البريزنت فين؟ احنا فينا من الحركات بس ما بقيتوا عندي زي سرقوا صندوق يا محمد ولكن مفتاحه معايا يعني. سو باك تو فيرتيجو اند ديزنس. احنا دوخنا العيان، خدنا الهيستوري، عملنا له اكزامينيشن، عملنا له انفستيجيشن، عملنا كل الكلام ده. الكلام ده ظريف جدا بس ما يهمش العيان في حاجه. العيان يهمه حاجتين، انا عندي ايه يا دكتور؟ وهتعمل لي ايه بعد كده؟ ف تو سام اب، وات دو اي هاف؟ وات از ماي دايجنوس؟ في ستاديز كتير قوي اتعملت عشان نشوف وات ار ذا كومنست دايجنوسز ان كلينيكال براكتس. في اكتر من 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 ستادي، ولكن اللي يهمنا في النهايه انه من حوالي من 15 ل 30% من العيانين up to one third of the patients are not diagnosed. فيعني برضو ايه، ما تقلقوش قوي لما تلاقوا انه عيان انتوا مش عارفين توصلوا له الحل. وانا بتكلم 30% ده دول سنترز، وفي كذا ستادي بعد كده في سنترز كبيره جدا ما بيشتغلوش غير فيستيبيولوجي، يعني ما بيجيلهمش غير العيان اللي عنده بتاعه، وما بيعملوش حاجه في دميته غير فيستيبيولوجي. فان احنا عندنا ثلث العيانين مش متشخصين in the best conditions، ده معناه ان الموضوع is extremely complicated. ما هو بنحاول نبسطه بس برضه لازم نفهم الموضوع مش بالبساطه اللي احنا بنتكلم فيها. هنشوف ليه. في حاجات peripheral، حاجات common في البريفري زي مانيارز ديزيز، فيستيبيولاريتس، فيرتيبيولار بوزيشنال فيرتيجو، حاجات في البرين ستام بالذات سيميليتس سكليروزس او فيرتيبريز انسفيشنسي او ماجرين ايكويفالنت، حاجات مور سنترال في البيزال جانجليا، في السيربلم، سكيميك اتاك ديجنريشنز او تيومر في البيزال جانجليا، باركنسون ديزيز، او حاجات مور سنترال بالذات الحاجات الفاسكولار انسيدنت. فكل حته من الفيستيبيولار باث واي كان بي افكتد باي ديزيز. طبعا في مليون ديزيز في كل حته بس دي اشهر حاجات على حسب السايت اوف افكشن. نرجع تاني بريسيتنج ايفنت او ريكارنت ابيزود او سادن اونست، كل واحد من دول هيرجعنا لمجموعه الدايجنوزز اللي كنا بنتكلم عليها في الايه؟ في الهيستوري. بريسيتنج ايفنت العيان بيقول لك انا كان عندي كنت كويس خالص وحصل شيء بعديه ابتدت بالمخ. اشهرهم طبعا البناين بابسيزن بوزيشن فيرتيجو. ايه الماينر سيندروم ده؟ ده سندوتشات كبست قوي كده؟ طيب. ده الاسم الثاني بتاع السوبيريور سيمسيرفيك هلال ده هيسر سيندروم. فلما تقروا ماينور سيندروم او اقول لكم ماينور سيندروم ده السوبيريور سيمسيرفيك كانال ديزيز سيندروم. ايه البريسيبتيكينج فاكتور اللي بتخلي عيني يدوخ؟ فالسالفا ستريننج او اي ساوند، اي اكسترنال ساوند. فالعين هيقول لكم طب ايه المالد دي بقى كوماند؟ اصعب. ما عرفتوش الماينور، تعرفوا الميجر؟ ده عكس الموشن سيكنس. بمعنى ايه عكس الموشن سيكنس؟ الموشن سيكنس يجي اللي هو ايه؟ دوار البحر. اللي هو يجي العيان او الشخص هو راكب وسيله المواصلات. المالد دي باركمان، دي باركمان يعني الهبوط من وسيله المواصلات. ان يجي له ديزنس بعد ما ينزل من المركب. يعني كان على المركب ممكن يبقى كويس خالص ما عندوش موشن سيكنس، وبعد ما ينزل من المركب يجي له الموشن انتولرنس او المالد دي باركمان. طبعا ريكارنت ابيزودز، مانيارز ديزيز، فيستيبيولوباثي، مايجرين، نيورو واسكولار كروس كومبريشن او فيستيبيولار ابيلابسي او تمبورال لوب ابيلابسي. السادن اونست طبعا فيستيبيولار نيورايتس او الترانزيت سكيميك اتاك او الايه
الفيستيبل او السيربيلر انفاركت اللي هو سودو فيستيبلر نيورايتس. دي من الحاجات المهمه اللي لازم نبقى ايه عارفينها. عارفين الراجل الطيب ده طبعا على فكره كان عنده كذا حلقه فيها حاجات هيرينج وفيرتايجو وحاجات ظريفه جدا. مره سجلت حلقه منهم لما اجيبها كومنتري في امتحان الدكتوراه يعني. ايوه الناس بتضحك اهي اللي دخل الامتحان. طب احنا كده احنا حلقات كتير قوي كده بيه. ايوه يعني جزء طيب ولا هنجيك من يوتيوب حضرتك ولا بنت هنجيك من يوتيوب ولا ايوه من يوتيوب بالظبط من هو اسال برضو تو ميك لايف ليتل بيت سمبل من كل التعقيد ده. في مجموعه سيناريوهات مشهوره جدا جبنا ان كلينيكال براكتس. طبعا في 240 كوز اوف ديزنس اند فيرتيجو بات ذير ار سم فيري فيري كومن دايجنوز اللي كلنا لازم نعرفها لان دي اللي اشهر واللي اغلب العين هيقعوا في واحده منهم ودول المفروض ان احنا نشخصهم ايه ونعالجهم. رايكم ايه؟ بي 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 الى حد كبير قصه واضحه ومتكرره. بناي فاكسين فيرتيجو از الدياجنوز باي هيستوري اساسا وكتير جدا من العيانين بيجوا يقول لك انا كنت نايم وفجاه جالي دوخه. طب يعني جالك دوخه انت؟ اه جيت هتقلب على جنب الشمال ودلوقتي بقى لي سنه بنام على جنب اليمين مش قادر انام على جنب الشمال. وخلي بالكم بي اف نوت تريتد كان لاست فور فيري لونج تايم ما هواش شورت لاستنج. في عينين فعلا عندهم فيري لونج هيستوري اوف بناين بيرسنت بوزيشن فيرتيجو. فاللونج هيستوري از نوت اجينست بي 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 في. اشهر حاجه انه يتقلب على جنبه الشمال او اليمين انه يجيب حاجه من على الرف من فوق يجيب حاجه من على الارض. والستات اللي بيغسلوا يقول لك لما باجي اعمل ايه؟ انشر الغسيل لانها بتاخد كريتيكال بوزيشن بهذا المنظر يقول لك انا احس ان انا هقع. تلاقي جوزها بيقول اه انا نفسي والله ازقها اكمل لها طب متعالجهاش اكمل عليها يعني ايه امي ايه. It can be recurrence ومحدش عارف ليه بيحصل الريكرنس غالبا في نفس الميعاد زي ما اتفقنا ايه من كل سنه. طبعا انا احنا بنتكلم بالانجليزي والعيين بتوعنا بيتكلموا بالعربي ف we have to translate a little bit what is happening. بس هو ده classical presentation of ABPPD. It is induced by changes of head position in relation to gravity. دي حاجة نقطة مهمة انه مش لازم ابقى نايم على السرير عشان يجيلي ABPPD. Critical position is related to gravity. وعلشان كده لو وطيت اجيب حاجة من على الارض لو بصيت لفوق من على اجيب حاجة من فوق الرف او بصيت على الجيران من فوق او حاولت ابص على حاجه من البلكونه او انشر الغسيل ال change of position in relation to gravity is the critical position. مش بس ان احنا نايمين على ظهرنا. وعشان كده دي نقطه مهمه ان دايما كان عندنا مفهوم انه بس بيجي وانا نايم على ظهري ومقلوب على الجنب الشمال او الجنب اليمين. لا في other positions بتحط ال posterior cervical canal in the critical position. وزي ما انتم عارفين اني كانال كان بي افكت يا لاترال كانال يا سبير كانال بوستير كانال. طبعا اشهرهم 80% اند بوستير كانال بس الاذر كانالز از ويل كان بي افكتد. بس اجين وي سي ذات ذير از ا سنجل بوزيشن ويتش اندوسز ذا فيرتيجو. اللاترال كانال ذا اونلي بوزيشن اندوس فيرتيجو از سايد ويز يعني لما انام على جنب اليمين او جنب الشمال. بس ذير ار نو اذر بوزيشنز ويتش ويل اندوس اللاترال كانال بي 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 في. دي الحاجه الوحيده اللي تفرق بينه وبين الانتيريور والبوستيريور. انتيريور وبوستيريور في اذر كريتيكال بوزيشن لفوق ولتحت والجناب بس اللاترال كانال بس لما بتقلب ايه في السرير. طبعا البوستيريور كانال از كومنر ذان ذا لاترال كانال الاصلي ده سوبيريور كانال بروفوكت باي سيرتن بوزيشن اوف موفمنت ايبيزوديك. بعد البوزيشن بين 1 و 60 سكند ات لاست اباوت هاف ا مينيت ايفن ليتل بيت لونجر followed by nystagmus. ممكن يبقى معاه كمان autonomic symptoms كتير قوي من العيين يقول لك لا ده انا برجع بالذات الفيرست اتاك. وطبعا المريض بيبقى منزعج وخايف جدا and it is one of the emergencies. يكلمك بوست يقول لك الحقني انا دايخ هموت because it is severe type of vertigo.
اللاترال كانال غالبا ملوش ريفراكتوري بيل. اللاترال كانال اول ما بيجي في البوزيشن يبتدي يشتغل ويفضل شغال طول الوقت، عكس البوسيير كانال والسوبير كانال اللي بيحصل لهم بيرنج اوت وين يو انتين ذا بوزيشن. كتير جدا بيقول لك خليك في الجنب اللي بيدوخ ده، تدريجيا هتلاقي الدنيا راحت، بس العيان غالبا ما بيستعملش روح مقلوب الناحيه الثانيه على طول. Maybe associated with nausea and vomiting. Repeat movements give less symptoms. Fatigability. دي بنستعملها في التستنج. بديك سولفايت مانوفر، يعني بعمله مرة، تاني مرة غالبا العيان ما بيجيلوش نفس السيمتومز ونفس الحكاية. And it may persist for a very very long time. كتير جدا مننا والدكاترة الباطنة والنيورولوجي ما عندهمش فكرة عقل عن الـ TB. انت عندك دوخه، يقعد يديله في ادويه في ادويه في ادويه في ادويه، عمره ما هيخف بالادويه لانه لو بيري سبيسيفيك تريتمنت زي ما انتوا عارفين وهتشوفوا مع بعض. ما رايكم؟ في اي اقوال اخرى؟ ستيبلر فايرال نيورال ابرتايتس. Viral neural appendicitis. كويس. Stimulus neurites. ها. منير ده. في عندي قولين. منير تزيد أو عنده لفات كادوس وبستيبل نيورايتس. ها. مين يزود؟ منير كيبود لي مكتوم فارا. ها. هو نفس الكلام بس بالانجليزي يمكن يبقى اسهل شويه. اخر كلام ليه مش بالسيبل نيورايتس؟ اوتولوجيك في عشان الهيرنج لوس. بالسيبل نيورايتس از بالسيبل نيورايتس. It is not associated with hearing loss. It is not associated with synthesis. It is not associated with fullness. And usually it is not recurrent. ستة قالت لك سوري ستة قالت لك انها جات لها قبل كده، خايفه انها ترجع لها انها جات لها قبل كده. وعندنا فولنس تينيتس هيرنج لوس وسيفير فيرتيجو مع اوتونوميك سيمتومز. دي نقطه مهمه زي ما اتفقنا، البريفرال الاكيوت بريفرال سيندروم بيجيب معاه عيني بتلف وراسي بتلف اند سو اون سو فورث. ف ذيس از ذا اتاك acute attack of Meniere is typical of acute unilateral vestibular dysfunction. Recurrent attacks, hearing loss, tinnitus, vertigo with nausea, vomiting, and ear fullness. Tinnitus or ear fullness are important because they usually precede the attack over time. And you are like, ودني كتمت وصفرت ودخت. دي يعني قصة نمطية متكررة لعيانين كتار. زي ما انتوا عارفين initially the hearing loss is reversible. It is usually high tone, low tone, flat, low tone loss, and then it spreads over frequencies and becomes stable, and with each attack hearing decreases until we get what we call burnt out meniere. Dead ear and no vertigo. وده ساعات بنعمله احنا عن عمد في العينين لما بنعمل لهم ايه؟ جنتمايسن انترتيمبانيك جنتمايسن. هو ما بيوديش الهيرنج بس there is a risk of hearing، عشان كده ما بنعملش جنتمايسن الا في العينين عندهم non serviceable hearing. But we are ablating chemically ablating the levels. Attack frequency is variable. دي نقطه مهمه جدا. يا ستي جالك الدور ده قبل كده؟ طب افتكري كده؟ والله من 10 سنين. It is an attack of mania. في الأول it can have a very long free interval. ممكن سنين. افتكر والله ده لما كانت بنت أختي بتتجوز، ما أنا ما أعرفش بنت أختي دي ما هي اللي اتجوزت إمتى. ده من 10 سنين، أوكي. طب وجات لك تاني؟ لما الوالدة راحت تحج، ها؟ ومين تاني؟ لما ابن أخويا خد ثانوية عامة، أوكي. طيب we can have attacks. في الأول attacks are long. Very long interval, but gradually, لا ده أنا كل سنة كل ست شهور كل شهر بيجي لي attack. وهنا it is a danger sign because it is a progressive disorder.
وبعدين حضرتك مش بتلاحظ ان هو المنيير عامه بيبقى اندر دايجنوزد معانا؟ يعني احنا دايما بنمس حالات كتيره قوي منيير يمكن عشان لونج هيستوري زي ما حضرتك بتقول. هي دي نقطه انك انت ما بتاخدش بروبر هيستوري من العيان والعيان مسليدنج. لا وعشان كمان ريفرسبل في الاول بيبقى هي دي نقطه. هو ريفرسبل ما عندوش هيرنج ما عندوش حاجه بس الاتاك وصف الاتاك ثابت. يعني الفولنس والتينيتس دول ثابتين من عند الريفرسبل فولد باي ذا ريفرسبل حتى لو ما اشتكاش من هيرنج لوس. الفولنس لوحده والتينيتس يكفوا. يعني ممكن الهيرنج لوس في الاول يبقى مينيمال والعيان وان ذي ريكفر ذي دونت هاف اني هيرنج لوس. 30% بقى لاترال دي نسبه عاليه قوي او غالبا اقل من كده بكتير لان هنا الدياجنوزس اوف منيا زي ما انتم عارفين الامريكان اكاديمي عامله بوسيبل منيا وفورمبل منيا ودفنت منيا. دفنت منيا ده نعرفه ازاي؟ هيستوباثولوجي. بعد ما العين يموت نشرحه ونقول له والله انت كان عندك منيا. تبقى تقابلنا بقى في الاخره يعني. 30% بقى اللاترال دي غالبا ما هماش ثرو منيال. بس طبعا الاندوريفاتيك هايدروس از نوت ان انتيتي وي كان ريلي جراسب. عندنا السيمتوم كومبلكس عارفين دول بيشتكوا من ايه وبيتعالجوا ازاي بس هم ايه بالظبط. اتس ا وايد سبيكتروم اوف ديسوردرز. كلهم ستات لغايه دلوقتي زي ما انتم شايفين لانه حاجات دي كومن في الستات. دي حامل والله انت لبستها تهمه كده. يعني هو بيس سايكوجينيك شايف سايكوجينيك كويس. بس موضوع الصداع ده ممكن يدخله في الفيرتيجنس في القصد اللي هو البازلر برضه. تمام. مديره في شركه كبيره عندها مسؤوليات كتيره under constant stress. person under constant stress جيلها attacks of vertigo rotatory vertigo معاها vomiting وبعديها جالها vomiting واستريحت. بيحصلش في عين طول المنيال ميجران. احنا امبارح كنا لسه بنتكلم عن الميجران. الصوت العالي بيضايقها عندها ايه؟ فونوفوبيا. مش احنا امبارح قلنا فونوفوبيا وفوتوفوبيا ونوزيا وفوميتنج. جيل صداع كتير مع زغلله في العين بليرنج اوف فيجن مع الهيدك. وزي ما انتم عارفين البيزل مايجرين او الميجرينز فيرتيجو ممكن يبقى الترنيتنج مره يجيله فيرتيجو مره يجيله هيدك. The history of headache here is complementary to the history of vertigo. Maybe similar to meniere without hearing loss. هنا يبقى عندهم phonophobia. طول المنيير بيبقى عندهم phonophobia شوية. بس هنا it's very significant. وغالبا السيمتومز العيانة ما بتقولش شمال ولا يمين. عين تعمل منيير يقول لا ودني يمين مكتومة. ده لا. موضوع جنرال دوم فونوفوبيا مش مستحملين الصوت مش مستحملين الضوء عندهم بليرنج اوف فيجن عندهم نوزيا اند فوميتنج. نورمال اوديو اند كالوريكس بريديسبوزنج فاكتورز وتريجرز زي بتوع امبارح بالظبط زي بتوع المايجرين. ساعات بيبقى معاهم بناين باروكسيزم بوزيشن فيرتيجو من الديسفانكشن. ده بيبقى مور اور ليس برين ستيم بروبلم عنه بريفيرال بروبلم بس ات از نوت فيري كومن. ساعات بيبقى عندهم posterior fossa symptoms sudden hearing loss sensorineural hearing loss. ده احنا زي ما قلنا في المايجرين ممكن عندي huge neurologic reversible neurologic symptoms مع الايه مع المايجرين. في البيزل المايجرين اللي بيجي ساعات بيبقى عندنا شويه numbness شويه dysarthria شويه hearing loss but it is not very common. What is common are the attacks of vertigo with phonophobia with photophobia with nausea and vomiting. وساعات يبقى معانا ايه شويه هادك كاريزم سفيشنس مازل نوت انسفيشنس. لا هنشوفه دلوقتي حالا الميكانيزم بتاع الفوسيشن بتاع الفيرتيجو زي المايجرين العاديه بس افكتنج البوسيشن سيركيليشن مش افكتنج نفس الفاسكوسيت والفازولاتيشن والترايجمينال باث واي والسيروتونين باث واي والبليت اكتيفيتنج فاكتور the same pathway بس affecting basically the basilar system. عشان كده ساعات بنسميها basilar artery migraine عن الاتير سيركيليشن. دي الكرايتيريا بتاعة البيزلر artery migraine او البيزلر migraine او vertiginous migraine. Recurrent vestibular symptoms migraine headache according to IHS criteria كنا بنتكلم عليها.
at least one of the following symptoms during at least two partitional attacks. Headache, phonophobia, photophobia, visual and other auras. دي حاجات مش ماشية خالص مع منيارز. دي حاجات تخليني عشان كده هنا بقى الهيستوري مهم. History of previous attack, history of other symptoms كمان مهمة. Precipitations زي التريجرز نفس الكلام اللي كنا بنتكلمه في الـ في الـ في المايجرين العادية هو نفس الكلام موجود هنا ايه في البيجلر مايجرين وهنا response to migraine medications يعني دول ما بيخفوش الا لو ادينا لهم علاج بتاع المايجرين مش علاج بتاع اي حاجة تانية لو قلت له مثلا بيتا سيرك مش هيخف لو ادينا له سيناريزين ممكن يخف لانه كالسيوم شانل بلوكر واحنا استعملناه في البروفيلاكسس قبل كده فده بيخلي الامور ايه مش واضحه قوي علشان كده التفرقه في بعض الاحيان تبقى ايرليفنت بس انت كدكتور لازم تحب تعرف انت بالظبط تعمل ايه لان العيان ده مساره مختلف عن مسار بتاع المنيار اسمه نورت خلاص بقى كده نطقته ايه اللي خلانا نفكر في السيمينيرايتس برد خفيف دي حاجه حاجتين كان فيه اوبرسبيرتو تاك انفيكشن دوخه كان فرجها ترجيع جامد جدا سيفير يونيلاترال اتاك وذ اوتونوميك سيمتومز فولوينج از مي ماينور فايرال انفيكشن ذس از ا فيري كومن سيناريو احنا عيان ما عندوش هيرنج لوس ما عندوش تينيسس بليدنج اوف فيجن لي نستجمس عندي acute vestibular failure عنده severe نستجمس مش قادر يمشي عنده loss of postural control loss of spatial orientation acute vestibular syndrome كان كويس خالص عنده sudden attack of vertigo الكلام ده كله ما عندوش اي risk factors بس كان عنده ايه common cold وده يحصل رجالة وستات الديوريشن بتاعت الاتاك تفرق يعني لازم تكون طويلة 2 hours يعني على موضوع neurites semi neurites ده ممكن يقعد 48 ساعة. أنا أقصد لو هي حاجة صغيرة ما بفكرش بس. تفكر برضه بالسيمينيرايتس بس غالبا الأتاك بتبقى سادن ولونج لاستنج وأول يوم بيبقى أسوأ يوم وتدريجيا it gets better. يعني على مدى أسبوع المفروض العيان يبقى توتالي فري حتى لو ما خدش دواء. لو الأتاك is very short هنتكلم في حاجة تانية شبهها بالظبط. نفس الحكاية مفيش أي حاجة it resolves within a couple of weeks it is self-limiting but if it is not spontaneously improving في بعض العيانين في خلال الأسبوع ما بديش يتحسن يبقى في عنده مشكلة بنفكر بقى في stroke pseudo-vestibular neuritis vertebral reason insufficiency أو cerebellar fontine angle lesion causing an acute vestibular attack فمهم هنا هو إن أنا العيان أشوفه بعد أسبوع المفروض خلال 4-5 ايام الدنيا تتحسن حتى لو ما اديتوش دواء طبعا اديت دواء هيتحسن اكتر بس حتى لو العيان ما اتحسن كتير جدا العيان بيجوا متاخرين شويه يقول لك انا من اسبوع كان عندي كان تك 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 بس انا دلوقتي بقيت كويس خالص تعمل له اكزاميشن ما تلاقيش عنده حاجه خالص فباي هيستوري يو كان انفير ذات ذيس واز ان اكيوت فيستيبولار نيورايتس ات شود امبروف وذين فيرست ويك اف ات داز نوت امبروف او التحسن مش فظيع جدا وي شود ثينك اباوت other differential diagnosis. So we have some. I want minor syndrome. I have two by minor syndrome. هو ليه بقى بيجي متأخر زي spontaneous CSF rhinorrhea زي spontaneous CSF photorrhea with time بيحصل thinning للbone مع brain pulsation. هو بيبقى اصلا رفيع بس تيكس تايم لغايه ما البرين بارتيشن تدوب العظم ده كله ويحصل اكسبوجر او الثيرد ويندو افكت اوف لاترال او سبير سيركل كانال ديزيز في الليترشر بيكتبوا عليه كتير بس ان براكتس في الحقيقه ما هوش ذات كومن يعني انا في خلال مثلا اول ما سمعت عنه من حوالي 20 سنه ما لقيتش غير اثنين عيانين وانا بشتغل سيبيولوجي مش قليل وفي دماغي ان انا بدور عليه فيعني it is not that common واضح ان في racial differences في اماكن عندهم كتير او بيشخصوه زياده عن اللزوم وفي اماكن مش
ده عشان هو الاير كونديشنر يعني اصواته عشان الصوت العالي والموبايل فون عشان الصوت العالي. ده الراديولوجيك بيكتشر بتاعته بيبقى فيه لازم ناخد باراسيجيتال كاتس بارلل سبيسيم سيركل كانال عشان ما يبقاش في عندي ارتيفاكت من السي تي، لان طبعا السي تي لما تخش في بروبر بلين ممكن يطلع لي ارتيفاكت زي ما انا عاوز، فلازم اقول للراديولوجيست ان انا فن باراسيجيتال. ليه باراسيجيتال؟ عشان يمشي مع يعني سبيسيم سيركل كانال انجوليت ما هواش تروي ساجيتال، لازم يبقى بالانجل عشان يبقى يجي كاتنج بالظبط على السبيسيم سيركل. بيبقى معاه طبعا vertigo exposure to sound، معاه positive fistula sign to the phenomenon valsalva، عنده conductive hearing loss. ليه عنده conductive hearing loss؟ يعني ايه سيرلين افكت؟ حلو اما نكتب لك سيرلين فينومينا يعني ايه؟ عشان بيكون فيه phase cancellation. تمام، ان احنا المفروض لما الساوند ويف تعدي على الاوفال ويندو along the cochlear duct تطلع من فين؟ من الراوند ويندو، ولكن انا عندي another window فبيحصل loss of energy ما يحصلش vibration البيزل الممبرين خالص. And it is a conductive loss because it is before the electrical transduction of the hair cells. ده منظركم بعد الكوفي بريك. ده عيان عنده بقى multiple problems obese diabetic hypertensive dyslipidemic عنده multiple problems. هنا الإفكت is a more general effect and usually these patients will have diffuse instability. مبقاش عندهم severe vertigo، مبقاش عندهم real rotation but a sense of instability طول الوقت، مش موزون مش متزن. ممكن يجيله very short lasting episodes of vertigo لما يحصل transient ischemic attack micro clot، يحصل minor spasm of the blood vessels. يجيله يقول بالظبط يعني، يقول لك انا بيجي لي لمس الدوخه كده بس ببقى كويس، بس انا طول الوقت ماشي مش موزون. في بعض الاحيان بيبقى عندنا other neurological symptoms، ساعات مع neck torsion بيحصل stretch على البيزل الارتري وعلى الفيرتابل الارتري يزود السيمبتومز شويه، وبيجي لهم دروب اتاكس. غير دروب اتاكس تمركز كرايسيس بتاع مانيرز ديزيز، ده العيان يبقى كويس تكمش يروح واقع with a very transient loss of consciousness، يقول لك لا ده يعني لمسه كده غبت عن الوعي بس فقت على طول. طبعا بندور على diabetes hypertension dyslipidemia كل الايه الاسوشيتد فاكتور. it is not diagnosed لكن كده under diagnosed، لان فعلا كتير قوي العيان بيشتكوا من كده but the symptoms are not that severe. ف يعني يقول لك انا هاخد فيتامين اعمل معرفش ايه ويفوت المشكله. عرفت منين؟ سكران. سكران انت لما بتسكر بيجي لك سيربيلا؟ والاتاكسيا، يبقى عنده اتاكسيا وعنده انكوردينيشن وعنده شويه ويكنس وعمال بيخبط من الاتاكسيا. ليه صدري؟ صدري. سيربيلر انفاركت. وده نوت انكومن على فكره. لسبب سيربيلر انفاركت عند they don't lose consciousness. they don't have major motor dysfunction. ما بيجيلوش شلل، هو بيجيله جلطه بس ما بيجيلوش شلل. فالعيان they don't realize والجراح والدكاتره they don't realize and they are misdiagnosed as acute vesicular neuritis. انه عنده sudden onset of vertigo وكل حاجه، عشان كده بيسموها في literature pseudo vestibular neuritis وعنده acute vestibular syndrome. بس معاه بالاضافه cerebellar syndrome و cerebellar signs. الاوفيس كلو ما بيطلق عليه الهنت، الهيد امبلس هنا تتخيله يبقى نورمال ولا ابنورمال؟ ابنورمال. نورمال لان البريفيرال باسوي بتاعي نورمال، فانا عندي اكيوت فيستيبولار سيندروم اقول ده اكيوت يونيلاترال فيلير، اعمله هيد امبلس الاقيه نورمال.
ولكن في نفس الوقت عنده نيستاجمس سبونتينيس نيستاجمس ده مش موجود عندنا لما يبقى دايركشن تشينجينج. قلنا اي حاجه مش ماشيه مع البيور فيستيبولر بيور بريفيرنت تبقى سنترال. هنا عندي دايركشن تشينجينج نيستاجمس ده على طول سنترال سيم والسكيو ديفيشن اللي كنا بنتكلم عليها. يبقى الهنت اللي هو هاد امبلس دايركشن تشينجينج نيستاجمس والسكيو ديفيشن دول يفرقوا لي بين الاكيوت فيستيبولر نيورايتس والسودو نيورايتس بتاع السيربيلر انفاركت. المشكله انه ده ات فيرست برزنتيشن كانه بالظبط اكيوت فيستيبولر سيندروم اكيوت فيستيبولر نيورايتس نوزيا وفومتنج سيفير فيرتيجو كل حاجه وما عنديش هيرنج لوس برده ولكن عندي سيربيلر ساينس سيمتوم وساعات بيبقى عندي اوكسيبيتال هيديك. دي نقطه مهمه جدا. البريفيرال ساينس نورمال نورمال يبقى عندي ان اكيوت بريفيرال سيندروم without peripheral signs. مش شرط لو واحد دايابيتك ولا هايبرتنسيف وصغير هيجيله. فال age by itself is not an indicator. زي ما مش عارف مثلا الدايابيتكس 15 سنه دايابيتس you are liable to complications. فلو جاله juvenile diabetes ولا type 1 ولا جاله دايابيتس هو فاميليا عمره 30 سنه عمره 40 45 سنه ومش كنترول يحصل له مشاكل. فال age by itself ما بقاش indicator. طبعا كلنا عارفين الفوسيل فوسيل سيندرومز بالذات الفالنبر سيندروم ذس از ان اكيوت باسكولار اكسيدنت فيرتيجو نيستاجمس واتاكس سكيو ديفيشن وهل تلت نفس الحكايه ولكن عندنا اذر نيورولوجيكال ساينز اند سيمبتومز بتاع الايه البرين ستام انفاركت. كل دول ذي بريزنت وذ ان اكيوت فيستيبولار سيندروم بات وذ اذر ساينز ويتش ار نوت بيريفيرال. 90% منهم ان لم يكن 100% ذي هاف نو هيرنج لوس. هنقول مفيش hearing loss acute vestibular syndrome ده acute vestibular neuritis ولكن عندي other central signs and symptoms عندي other neurological syndromes كنا نتكلم عليهم في الايه في الريد فلاجز اللي اتكلمنا فيهم قبل كده. المشكله بقى في العيانين دول ايه؟ ان العيان اللي جاله trendless ischemic attack presenting with vertigo instability او partial vertigo او الحاجات دي كلها دول at a high risk of stroke. ده انا عارف انه هيجي له another stroke قريب جدا لان هنا الريسك فاكتور بتاعته عاليه جدا. هيجي له مايكاردال انفاركشن وكتير جدا من العين دول بيبقوا ميسلاد. يعني شايفين ده فليم انفاركت حته انفاركت قد كده اهو جوه السيريبلم والعيان ده ممكن يبقى ميست جيله اتاك اوف فيرتيجو اكيد سيفير نيورايتس وخف وانتهت القصه بالنسبه له. بس ده خلال الست شهور الجايين هيجي له ماسيف ستروك. عشان كده دول مهمين جدا ان احنا نشخصهم ونخلي بالنا منهم ونقول عيان لا يو ار ات هاي ريسك روح لحد بتاع كارديولوجي روح لحد بتاع بطنه يظبطك مظبوط. عقدنا الدنيا شويه. دي اس ام اس بقى مام ليه بقى؟ signs and symptoms disseminated in time and space مش كده؟ مش هو ده دايما كانوا بيعلمونا كده بتوع نيورولوجي اللي انتم ما فكتوش عليهم خالص ان disseminated sclerosis عندنا disseminated signs and symptoms disseminated in time في الوقت and in space في location and spontaneously regressive ما عدا في البروجريسيف ده ام اس وده اقل شويه من الريميشن اكزاسيربيشن. هنا كان عندنا حاجه مهمه جدا اللوس اوف فيجن ريتروبالبر نيورايتس ليه بيسموها ريتروبالبر نيورايتس؟ لان الافكشن تبقى ما بتبانش في الفاندس. لما بتعمل لها فاندس اكزاميشن ما تشوفش حاجه عيني بابلاين ما تشوفش حاجه في الفاندس. والمشكله بقى انه في الايرلي ستيجز حتى لو عملت ام ار اي ما بانش حاجه ويبقى ميس دايجنوز. كتير من زمان بتوع الرمد بيميس دايجنوز ذيس كيس والعين بيخف يقول لك ده كان جاله سبازم في السنتر لاتر ارتري وبقى كويس خالص. ده مش كويس خالص هو اتنقل ب 60 نيله اللي هو عنده مصيبه داخله بروجريسيف اند ريكارنت.
في بعض الأحيان up to 20% of cases the first attack can be a vestibular attack والعين يجيلك بفيرتايجو acute vertigo. وفي الحالة دي ما نقدرش نشخص هو منيار أو الأتاك منيار ولا vestibular neuritis، وهنا معذورين لأننا ما عندناش أي clue. بيبقى الدياجنوزس أحسن لو في other neurological signs and symptoms upper limbs eye optic neuritis double vision whatever كل الحاجات بتاعه الايه disseminated sclerosis. طبعا once you suspect DS MRI is diagnostic. MRI ده ما لا خلاف عليه ان هو بيورينا البليكس الموجوده، شايفين دي ميليشن بليكس، دي بتاع سيركمفيكولر او في الديب سيل على طول بتبان وبتبقى سيل دياجنوستيك والموضوع مش محتاج يعني ايه عبقريه جامده. في بعض الاحيان بالذات في العينين بتوع الفيستيبولار نيورايتس او السودو فيستيبولار نيورايتس هنا بنلاقي الديمايليشن جايه بالظبط عند الفيستيبولار نيوكلياي. فيري امبرسيف لما تشوف الفوكس اوف ديمايليشن بين بوينتنج عند الفيستيبولار نيوكليس بالظبط. المنظر العين اللي فوق ده فاهم الصاله اللي فاتت يا حبيبي السلايد اللي فات منظر العين اللي فوق انت رايك ايه؟ مفيش كوردينيتد اي اسمها ايه دي بقى؟ انت نيوكلي اوفثالموبليجيا دي التيبيكال بتاعه الديسريت سكليروس انه بيحصل ايه؟ ميديال كورنر باندل لوس اوف ادكشن. يعني بص شمال عينك الشمال تروح شمال واليمين ما تروحش والعكس بالعكس ميديا لونجيتودينال فاسيكولاس دي بقى ليش ذس از ذا باثوجنومونيك ساين اوف سيريس كليروس انت اللي بتقول المفروض انت اللي تقول مش انا اللي اقول لك دي ايه مالتيبل بريسبايستيزيس يعني ايه بريسبايستيزيس اخت البريسبايكيوزس اخت البريسبايكيوزس اخت البريسبايوبرا اخت البريسبايسوفاجس ما يطلق عليه مالتيبل سنسوري ديفيسيتس. كل ما بنكبر في السن كل ما كل السيستمز بتاعتنا بتعجز بقى الفيستيبولار سيستم فيجوال سيستم البروبريوسيستيف سيستم الموتور سيستم كل الحاجات المسؤوله عن البالانس تبقى فدي بنسميها multiple sensory deficits أو presbyesthesia. There is chronic instability, increased risk of cold, poor proprioception, poor vision, locomotor problems and restriction of neck movements. مشكلة بقى في الكلام ده كله إيه؟ ده له very strong implications. 80% من العينين اللي بيجي لهم fracture neck femur سببه الانستابيليتي، سببه العيان انستابل مش قادر يمشي مش قادر يحكم حركته، بيتشنكل في السجاده يقع يتكسر بيغسل وشه قفل عينيه loss of visual clues واقع على البنك. So this is a serious problem and up to 75% of hip fractures are due to chronic vestibular dysfunction. عشان كده لما يجي نتكلم في الريهابيليتيشن بتاعت الاولد ايج في حاجات مهمه جدا نقولها للعينين دول في حياتهم اليوميه وفي بيتهم. فانكشنال ديزنس زي ما كنا بنتكلم على الهدف امبارح ديزنس لايك بين كان بي ديو تو سايكوجينيك بروبلمز. يعني انا بيزيكالي العيان ما يقدرش يعرف ان انا اقدر تو تيست فور ديزنس تيست فور تايم. العين يقول لك انا دايخ والدكتور مش هيعرف انا دايخ ولا مش دايخ. لا عندنا ساينس قلنا كلينيكال بيكتشر وقلنا الهيستوري وقلنا اكزامينشن. But there are quite a number of patients with functional dizziness. Phobic postural vertigo or chronic subjective dizziness. Phobic postural vertigo is a well defined syndrome هنتكلم عليه دلوقتي حالا. الكرونيك سبجكتيف دزنس ده يقول لك انا العين دايخ انا دايخ طول النهار مش قادر اتحرك. طب انت رحت شغل النهارده؟ اه طبعا. انت شغلك فين؟ 6 اكتوبر. رحت ازاي؟ سايق العربيه.
طب ويعني في الويكند بتاعك بتعمل ايه؟ لا انا بقعد مع الشباب على القهوه بندخن شيشه وبعدين بنروح نلعب كوره. طب طبعا هنا هو اللايف ستايل بتاع العيال مش ماشي مع الكومبلينت بتاعك. The point is that there are psychiatric comorbidities in up to 50% of patients with true organic vestibular disorders. العيانين اللي عندهم مينيالز ديزيز، اللي عندهم vestibular migraine، عندهم vestibular paroxysmia، دول نصهم عندهم neuropsychiatric problem، عندهم anxiety، عندهم neurosis، عندهم depression. البيضة ولا الفرخة مش عارفين هل الدبريشن هي اللي عملت كده ولا ومزودة السندروم، زي ما كنا بنتكلم امبارح في المايجرين. قلنا المايجرين الستريس بيجيب الاتاك، مش احنا اتفقنا على كده؟ نفس الحكاية هنا هو في الفستيبولار مايجرين نفس القصة. فهل العيان اللي بيجيله ريبيتد اتاكس اوف فيرتايجو والآن من الفيرتايجو بيجيله انكزايتي ديبريشن، ولا علشان هو اصلا عنده anxiety depression بيجيله الاتاكس دي محدش قادر يوصل؟ فعندنا نص العينين عندهم true vestibular problems، عندهم psychiatric problem yeah as an underlying cause or as a comorbidity. وعشان كده كتير جدا من العينين دول الكونسلينج فيهم مهم جدا، ان احنا نفهمهم انت عندك ايه، متوقع ازاي، هنعرف نعالجك ازاي. فدي نقطة مهمة جدا when we consider the psychiatric or the functional dizziness problems. Phobic postural vertigo ده بنقابله كتير على فكرة. It is a common syndrome which should be diagnosed. لأن لو ما شخصناهوش مظبوط مش نعرف نعالج العينين مظبوط. هو subjective fluctuating instability، بس دايما العيان يقولك لا أنا خايف أقع، كل ما بمشي بخاف أقع، لازم حد يمشي معايا عشان يسندني. They are intolerant to crowds. ما يقدرش يمشي في مول كبير، ما يقدرش يمشي في الشارع جامد. أكتر العينين دول كمان بيشتكوا إن هما بيتضايقوا أكتر على الإسكاليتور، هما طالعين في على السلم المتحرك أو في الأسانسير. دي أكتر حاجات بتضايقهم جدا، مش بس إنه عنده كلوستروفوبيا. أقول لك الأسانسيرات بتضايقني لأن بخاف من المكان المقفول، بس حركة الأسانسير نفسها بتضايقني. الاسكاليتور بيضايقني جدا، بركب عربيه وبيطلع الكوبري وبينزل بتضايق جدا. الظريف ان العين دول لما بيلعبوا ما بيحصلهمش حاجه، يعني عكس اي فيرتيجو سيندروم. يعني لو انا دايخ مش هقدر اروح العب كوره، مش هقدر العب حاجه، مش هعمل ايروبكس. العين دول فوبيك بوستر فيرتيجو بالعكس بيخفوا او السيندروم بتاعتهم بتقل ويت فيزيكال اكتيفيتي. خلاص بيشتغل البرنامج بيبقى محفز، بيشتغل كل حاجه لان هو ما عندوش اورجانيك بروبلم. اكتر في السيدات، وغالبا بيبقى عندهم كومبالسيف اوبسيسيف ديس اوردر او انكزايتي ديس اوردر، ولازم نشخصهم لان العينين دول لهم علاج محدد ولهم مسار معين ولازم نعرفهم، والا they will be lost for a very long neurovascular cross compression. بيحصل neurovascular conflict مع على ال root exit zone بتاع ال vestibular system او ال vestibular nerve. احنا بنشوفه طبعا في ال vestibular في ال hemifacial spasm في trigeminal neuralgia. but some of the patients can complain of vestibular symptoms due to neurovascular cross compression، ولهم شوية characteristics عشان اقدر افرقهم من الحاجات اللي شخصنا العيان، اديته شهاده مختومه بختم النسر، حضرتك عندك مينياز ديزيز، صرفها من بنك مصر الاجتماعي ولا نحاول نعالجه؟ اعتقد مهم ان احنا نحاول نعالجه. ايه ده؟ كل عيالين طيبه بيتكسروا وقال لي بالدوز كمان بيتسرك 8 اورس كل 12 اورس كل 24 ساعه واستجرون لغاية ما تموت. وفيتامين بي كومبلكس، وياريت تجيب من امريكا سنترم برضو بوكسيبرال. هو الحمد لله ان كل ادوية ناقصة في السوق عشان ايه نبقى محددين شوية. في نقط لازم نفهمها زي ما فهمنا قبل كده، العينين بتوع الفيرتايجو these are not
كلير كات سيندرومز برضه عشان ايه منصفين وما نظلمش نفسنا قوي ان احنا جهله جدا. There is a wide variety of symptomatology. مش بس كده. The tolerance and the adaptability of each patient is different. ممكن انا جيلي صداع هيفرقع دماغي بس بشتغل. واحد يتشك شك الدبوس يموت وينقلوني المستشفى بالاسعاف. في الفيرتايجو it's the same. We can have some functional disability but we can overcome this functional disability. والعيان يقول لك انا ما عنديش مشكله وان تيستينج لاقي عنده مشكله كبيره and vice versa. They are not a single disease. There are many symptoms and many syndromes which participate in this problem and we have to discriminate a little bit that not all patients will fall into a single entity. زي ما قلنا عيان عندهم functional dizziness مع migraine. عندهم حقيقي migraine وفي نفس الوقت عندهم neuropsychiatric problem. عيانين عندهم Meniere's disease وعندهم transient ischemic attack, diabetic hypertensive. We have a mix of syndromes as well. The goal is to minimize disability. يعني خلي العيان يتحرك لأن الهدف من أي علاج to improve the quality of life of the patient.